نمسكار يعجبني عظيم السهل سمون أنا انتقل للمستشفى التالي والافتتاح الرسمي إن شاء الله نشوفه بعد شقدمي الزراعة في الطبية اليومية تدخل معنا ونشوفها بشكل رسمي
طبعا هذا تحفيز سموه لطبيباتنا القطريات. ننتقل الآن سموه إلى الجزء الثالث من افتتاح اليوم، هو مركز قطر لإعادة التأهيل. دكتور مش مال عمليه، هي هاي دكتور.